الصعوبات الكبيرة التي تواجهها شعبة اللحوم الحمراء في الجزائر تستدعي التدخل الفوري للحكومة لرفع العراقيل التي حالت دون استقرار أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق، وهو المطلب الأساسي لرئيس المجلس المهني لشعبة اللحوم الحمراء الذي أكد أنه في حال تخفيض ضريبة استيراد المواشي لممارسي شعبة اللحوم الحمراء سيضمن استقرار أسعارها ل 120 ألف دينار جزائري سيما في شهر الصيف. تموندي بروديكتور حنا غالقينها، الكوري فارغ، لاباتور ما يخدمش، والاخر لابوشري فارغه. ها ورانا رايحين درك، احنا نستناو، ما كانش نشاط، ما كانش العجول، العجول ما شراوش الناس خاطر ما نحاولناش دروا الديوان، نحاول التجار. واحد ما عندنا قداه دوكا ثلاث اربع شهور، واحد ما هدر على المنتجين، على الموالين، على المسمنين، ما هدرش عليهم كاع. كيفاش انت يا منتج تربي وتوكل وتسمن وعندك خدامين يوكلوا في الماكله تاع البلاد وكلش، ما ينحيلكش، ينحي التاجر اللي يجي من الخارج. رئيس المجلس المهني لشعبة اللحوم الحمراء رحب بالوافد الجديد على رأس قطاع الفلاحة، متمنيا تعزيز التعاون بين مهني هذه الشعبة والوزارة الوصية لضمان تجسيد استراتيجية المجلس في تنظيم شعبة اللحوم الحمراء والمشاريع التي تم تسطيرها للنهوض بهذا القطاع. نطلبوا باش الوزير يخدم مع المهنيين، احنا في الميدان، احنا عارفين واش يخصنا، عارفين السوام، عارفين البيع، عارفين، فهمت؟ لازم نشاركوا. كاين مستثمرين باغيين يستثمروا، كاين اللي باغي يجيب 40 راس بس حابس بلوكي. شهر رمضان 120 130 فكي يفتحوا لنا الاخر الاخر، بصح دوك سترو ظهر، احنا لازم 6 شهر 7 شهر لازم يطول شويه باش يوجد. فوالا نورمالمون يديروها في المواد دوت ومواد سبتمبر لامبورتاسيون. التركيز على الإنتاج الوطني وتدعيم مربي المواشي ومنحهم كل التسهيلات اللازمة إجراءات يجب على الدولة اتخاذها لضمان استقرار أسعار اللحوم الحمراء تتماشى ومتطلبات السوق الوطنية.